نقارش. نقارش وحدها حكاية، روح الغلا في دمي، ونقارش وحدها حكاية، بلسم جروحي وهمي، وبيش تعرفوا إني نهواها ما نصبر نهار بلاها. سميتها باسم أمي نقارش. اللي تجي من ربي كلها مرحبا بيها، والباقي عليك أموت. زرقتني صراحة عليك من غير تفاجئ. بدنا نقول هذا وقتك يا الحربة. وقتي فيش صدق يا الحربة، هذا وقتك. المربي خلاص طول النهار والليل قاعد في بيته ويتخايل مسكين، وما يدري عن نجع وش سير فيه. اسمعني هنا، راك انت هو الفارس، والجماعة كلهم يريدوك. المربي ما عاد مربيك الأولي يا الحربة، شيء في وقته. سمح. نسيتك. ها؟ نسيتك. ها؟ زيد طلع مغرد بس. هذوم لو كان يريح منهم واحد ساعة نضرب. صدقت يا معصوم. ريتو اللي ينقال الحربة معاهم ريتو بالكم. شاب طير يطلع منهم زي القانون قدام. اشكو بهذا اقعد اقعد اقعد. قال لك ان جمنك بلا كاين وانظر هالليله الطويله علاش متقمش نلقاني نحق فيك يا المربي رايح حق في الحربة هو اللي قاعد في مكانك إن كان راح المربي إيش يصير فيك يا مسارب الحربة يخليك تفرجها قدام اللي يسوى واللي ما يسوى ننقلك يا مسارب هنجي هنجي براسك وهربي هربي خير ما يمسكوك يا المربي تكلم معينا ما نحكمك انت من فاش دير في نجاي انا؟ هذا الكلام اللي بنقوله لك انت اللي فيش تدير هنا. البيت اللي قاعد فيه هلا روحوا هلا جو يا المربي. انت فيش تقول؟ فيش تقول البيت هذا بيت الشيخ المربي؟ هذا بيت الشيخ حجاج وانا ولده معصوم وخو نقارش. معصوم ندور فيه لك سنين جاله عندك. هيا هيا بسرعة بسرعة بسرعة. معصوم انت المن في العرب يا معصوم. أنا معصوم ولاد حجاج. وخي من؟ خي نقارش. وخي من؟ خي نقارش. نجح جوهلة يا المربي. ليلة ظلم ليلة طويلة والشفاطر حل، يبكي اللي فيها حجاج قتل، ويجلي كدر واجد معاضل متى الهالي لتا الهالي لتا. الله الله حكاية جميلة، لكن عارف يوم من بدك تخايف منها أن سميت المربي هذا ما يقدرش عليه مخزوم، لكن هكي حسني هك تريحت، تو حسني تريحت وتو الله الله. كان لك صبيت وين هذه خير؟ تي خلاص هذا عندي علاج كذا، الحكاية انتهت خلاص. غير اقعد 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 خرفها من زيت ما حكيت لك منها شيء. تي الحكاية هذه ما زالت فيها حكاية أخرى؟ هي كما فيها حياة ما ينتك الخرافة اللي عليها الكلام ما زالت. وبعد يا سيدي ما المعصوم خذ ثارة ورد نجعة ونجع أخت نقارش وتم هو الفارس وهو الشيخ اللي تحكي به الدنيا كلها. وردت نقارش يا أبوي النجحة وبالنسة وهالها وتمت معيشتها كيف قبل وخير أخرى. شاب طيب العمل خلونا نبحثوا سلاح كويس. سلاح اش يريدوا فيه العصور؟ ان شاء الله ما نحتاجوش. لا يا عم شاب اسمع الطير، سلاح يكون في يدك خير ما يكون في يد غيرك ويجي وقت وتحتاج له. حاجات ما فيهاش كلام. خلونا نلقى برواحنا. شوف هذا شوف اللي عرف الطرفين هنا وساعة نجيكها. أنت وين ماشي؟ ساعة نجيكها. أكيد في شيء خلاني أتعلق بيك، يمكن يكون كلامك ويمكن تكون حنيتك وطيب انسانك، المهم في شيء خلاني نجي لأوهام سكنتي خيالي قبل ما نلاقيك. أكيد في شيء. الله يعاونك يا نقارش. مرحبا مرحبا الله يسلمك. كأنك ما كلمتينا يا يام، رانا عاوناك حتى شوي. هذا حدا التعب اللي شفناه لا شيء. هي هي تفضلا، هيا يا نعم، هي هي بسم الله تفضلا تفضلا. يقولوا الشكر رد كفاء، وانا رديت عشان نشكرك. لا ما عنديش فيها جميل، لكن ردي بالك من روحك. قول لي انت كيف جيت وراي؟ ولا مودر حاجه؟ انا عندي جماعه رفاقه معاي ودرت مانيش عارف وين. ورفاقتك فيهم حد يشبه لي منين يخلوك تمشي ورايا؟ ها؟ لا ما تفهميش كلامي غلط، شنو اسمك؟ نجمة. نجمة؟ نجمة صدقها، ما كذبوش فيها لما قالوا نجمة. أنا ينقال لي معصوم، معصوم مولد الشيخ حجاج. نجمة لو تسمعي كلامي يا نقارش، قولي المعصوم يتجوز ولا يجيب لك شي عرب تخدمك، راك انت بنت شيخ. باهي واش اخرى؟ وكانك تريدي رايناه، انت بروحك مش صغيره، ولا في حد في عقلك؟ صار هذا اللي جايب كان في الصبح وبكرات عليا. اريد كان تعرف الحاجه، انا عمري ما فكرت نتجوز، ولا عمري فكرت ندير بيت بروحي. انا كل اللي شاغلني خويا معصوم، نقعد معاه ورد بالي منه. صار هذا اللي جايب كان انت. يلا رجعتنا نمشيو مع اخوك معصوم، ونحن ما لنا الا انت. مرحبا بك، هاي مرحبا بك، نجيب لك انا عدالة الشيخي. مرحبا، هاي وكلت يا معصوم. ها؟ هاي مش هاب تورعت يا معصوم. لا في عرب نعرفها من قبل. قلت نمشي نهدرز معاهم شوي ونجي. خذيتوا حاجتكم كلها؟ كل شيء خذيناهم غير نرجو فيك. خلاص خلت توكل على الله. هاي 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 خلموا دباشنا. هاي هاي يا نجمتي، احكي لي، ما نبكش تدسي عليا حتى حاجه. انت عارفه نجمتي بالصيف صح؟ خليته يمشي ويكلف في روحه. عارف. قولي لي. نعم. قولي لي يا نجمتي، ما قالكش انه حيجي اخرى؟ نبقى مش نجمه بعدين. المديرش بجية خوها تنحصو وجية نجمة به، ومراتو هذاك اليوم إلا مبسوطين وفرحة كلهم. وين علي خير؟ صبحك الله بالخير يا نجمة. أريد نمشي شرعمتي مردوعة، نخرف حذاها شوي. لا عد يملينا هذا من البير قبل. البيت ما فيش شراب. هاي يا حن أنا كنت باتي فيه. خوك الساعة يجين ويريد حاجة ياكلها. سقدي حاضر يا نجمة حاضر. خير يا خيتي. مرحبا يا معصوم. وين ماشي؟ ماشي شور هالبير نملة شراب. تبي ليش ما خليتي نجمة هي اللي تمشي وانت تريحي؟ صدق وانت تخدمي فيا لي سنين. سلم خيي يا ربي. اسمع يا معصوم، نجمة ما زالت جديد، ما زالت ضيفة، خلها ساعة تلحق على معاناها. هي سلم خيي. الله يربحك. وبعد ذي الشهر يا بوي من جية معصوم ونقارش وجية رفيقتها معاه، فعرفت نقارش إنها مرات خوها الجديدة لا قبلتها لا في سماع ولا في وطاع. صباح الخير. صبحك الله بالخير يا نجمة. جبت هالحليب وهالزميتة وقلت خلينا نفطروا مع بعضنا. سلمك جيابة، علاش متعبة روحك؟ تعبك راحة، وبعدين بعد كل حساب يا نقارش بيناتنا انت كيف خيتي ونحن مالنا الا بعضنا. حاكي كل عبود الزميت هذا علي ما جبت براد الشاي. كوري يا نقارش، وما جد شيء عليني ديرش، ما زالت هي اللي تحضر وهي اللي ترد وهي اللي تسوي، تعاني مسكينة اسم الله عليها. وكلها يا أبوي رفيقة خوها نجمة قاعدة يا أبوي في هذاك البيت سلطانة زمانها والأميرة، وبها بكل نقارش ما نجيتش منها. وفي يوم من الأيام ديما سي حجاج يقول لي أنت غالي عليا ونقارش غالي عليا، ويقول لي نقارش خيطك. هاك طويستها شايف. الله يرحمها سي حجاج. تعيش وترحم، تعيش وترحم يا فنار. عاد مات ما جاتش من الطهر. فنار تاكل زميته؟ انا نبي زميته، نبي زميته. هالزميته دارتها نجمه فيها الصبح وهكا شرب معاها حليب. نبيش كليتها نعمتي مردوعه. ما نبيش ما نبيش. لا الرجل كان إن شاء الله خير يا فنان، إن شاء الله خير وخلاص. حتى فنار حسيته، حتى فنار اللي يقولوا عليه هبل ودراويش حس بغباطة نجمة، وحس بالزميته اللي دارتها نجمة ما باش ياكل منها. عارفين ليش؟ من جبيتها طيب، فنار طيب وانت نظيفة. وفي يوم من الأيام نقارش بلا توصيف، ما حد يذهب فيها. تعرف إكرام الضيف اللي في ايدها تعطيها، تعرف وصول الجيرة لأصحابها صبايا، بأفعالها الشهيرة تمت حدود الغاية. نقارش وحدا حكاية.